طبعا مشروعنا اسمه ازور مرمره. مشروعنا متواضع بمنطقه بليك دوزو، محل اسمه كباخ لكنت، قريب جدا على البحر. نحن فاتحين حاليا على شقه 4+1، نظام A بلس كواليتي وماتيريال، وشقه مجهزه بسمارت هوم. طبعا فاتحين على شقه 4+1 بمساحه 236 متر مربع، 173 متر مربع نت صافي. طبعا بدايه راح تكون الخزانه هي راح تسلم على البيت بشكل كامل، بناء على حجم الشقه راح تكون اصغر او اكبر، ولكن بال 4+1 راح تكون موجوده. راح نفضل بداية على المطبخ. المطبخ واسع جدا، راح يكون بنظام 2 وينجز معه اكسترا سبيس للجلوس في الشقة 3+1 وال 4+1. راح نسلم فيه غاز، راح نسلم شفاط، وراح نسلم فرن بالاضافة لجلاية ماركت ارجلي مع كفالاته بشكل كامل لمدة 5 سنوات. طبعا في عندي خروج من المطبخ على تراس الملحق بالشقة. في عندي تراس ضخم جدا، مساحة 16.5 متر، راح يكون محاولة الشقة بشكل كامل من كل الاتجاهات. طبعا بالطابق العلوية راح تكون اطلالة بحرية، بيكون موجودين فقط على البحر. وبحب الفت نظر للصورة الموجودة هون، هي راح تكون صورة لمدخل بناء، راح يكون هاي لاكشري، هذا اللوبي على اوتيل. نعم. ايوه كانوا لوبي 6.5 متر عواميد الخام، بالاضافة للشمالية ومكان استقبال. جميل جدا، البلكون على شكل ال تقريبا. طبعا على شكل ال في نظام 4+1. جميل. 3+1 راح تروح ال راح يكون بس هالطرف هذا. ما كثير بتفرع، عاملين نظام واسع. جميل. طيب نشوف الغرف الثانية. بنكمل على ما تبقى. طبعا نوصل للصالون. هذه الصالة. الصالون ب 4+1 هو عبارة عن 40 متر مربع. رح سلم فيه سقف بديكورات الجيبسون بورد بهالطريقة مع السبوتر. رح يكون فيه مكيف مسؤول عنه. رح يكون الأرض موجودة بباركيه نظام لومينيت بهالشكل هذا. تدفئة أرضية طبعاً. هيتينج سيستم تحت الأرض رح يكون بشكل كامل. والصالون مفتوح من الجهتين على الهواء والشمس. مساحة الصالة. مساحة الصالة 40 متر مربع ذكرتها. في عندي نظام تحكم بالصالون منفصل. منفصل عن السمارت سيستم يتحكم بالشقه مشان توفير الطاقه والحراره. راح اوصل الاراضي رخام زي هذه. طبعا راح يكون كل شيء شايفينه مسؤولين احنا عنه 100%، راح تكون نفس الكوبي يعني عن الشقه هي شايفينها. طبعا نوصل للحمام. حمام عندي في ميزه جدا جدا حلوه، انه في حمام تركي، هذا نوع عالي من اللكشري، نوع عالي من الفخامه ملحقه بالشقه، ميزه جديده نحن عاملينها. راح يكون في حمام تركي بشقه 3+1 و 4+1 مرفق بالشقه بشكل كامل. 3+1 و 4+1 له نظام تحكم منفصل، في حال ما حبيت شغله ممكن افصله، راح يكون نظام كمان تسليم بهالشكل هذا. عامل كمان هون غرفه للغسيل، راح تكون غرفه غسيل مجهزه باضاءه وكهرباء وصرف صحي بشكل كامل. راح يكون في عندي مساحه خاليه للبيت راح سلمها. مستودع. مثل مستودع ممكن يكون استخدامه باستخدامات مختلفه. رح تبدا عندي الغرف المعاشيه هون، هذه غرفه المعيشه او غرفه النوم مثلا او نوم بنظام زجاج كامل مفتوحه اطلالتها على داخل المشهور. جميل. على الحدائق لداخل المشهور. جميل جدا. غرفه اولى، غرفه ثانيه لشخص اخر، غرفه ثالثه لشخص اخر. طبعا رح تكون فيها ممدده انترنت بالكامل ديجيتال، كل الغرف مجهزه رح تسلم، ولكن فارغه ارض وسقف و جميل. مساحة الغرف جيدة يعني تعتبر 3 × 3.5 تقريبا. يعني بالاخير هاي الغرف راح تكون فقط للنوم. صحيح. مساحة حلوة انا ركزتها بالصالون بالتراس بالمطبخ بهالامور هي. طبعا حتى الماستر روم ضخمة جدا اذا نفضل عليها، مرفق فيها حمام بداية نفس الكواليتي ونفس كل شيء. الحمام الاول اللي شفناه هون راح يكون عند الحمام الثاني، مرفق فيها بشغل 4+1 مكيف، 3+1 مكيف بغرفة النوم غير موجود. راح يكون فيها دريسنج روم بهالطريقة هي، طبعا فاضيه. طبعا فاضيه هي. نعم. الغزانة العرض، ولكن فينا نأمنها على الطلب. راح تكون بهالطريقه هي غرفه على داخل المجمع بنظام زجاج دبل جلاس. نعم. جميل. عازل صوت، عازل حراره بشكل كامل. حتى نحن اب تو ديت مع الماتيريالز، ممكن اذا جانا كواليتي اعلى من هذا الزجاج يتم تبديله حاليا. ممكن تبديل الوان الباركيه، ممكن اذا الشقه لساتها اندر كونستراكشن ما تم اكساءها ممكن ارتفاع له معين وتبدل. طبعا بالاتفاق مع المهندسين. نعم. فينا نعدل اي تفصيل على الشقه، ما عندنا مشكله. تسليم المشروع اذا في امكانيه. تسليم المشروع راح يكون بسنه 2019 شهر 6، يعني باقي لنا 11 شهر باعتبارا من تاريخ اليوم. طبعا في عندي سمارت سيستم راح احكي عنه على السريع، هذا بيتحكم بالشقه بشكل كامل، مزود بكاميرا مربوطه عندي مع السكيورتي. فيني اشوف الضيف اللي جاي عندي او انا اتواصل معه في حاصل عندي اي عطل. في ورشتين ميكانيك وكهرباء موجودين عن المسؤولين عن المشروع بشكل كامل. راح اتحكم بالبيت بشكل كامل كاضاءه
كحمام تركي، كحرارة، كزجاج، ككل شيء. جميل جدا، الله يعطيك العافية، شكرا لك. الله يعافيك يا هلا، أهلا وسهلا.